تكرر أركانها في مجال الصلاة، الوضوء، الطهارة وما شابه ذلك، إلا أن السيد رحمه الله فتح الفقه على الحياة وأدخل في هذا الفقه الكثير من الأبواب المهيمة في الحوزات العلمية وفي الكتب الفقهية، وهي موجودة في الكتاب والسنة. إلا أن الفقيه صاحب الذوق، إلا أن المجتهد المجدد يبحر ويغوص ويتعمق حتى يستخرج من الكتاب والسنة ما يملأ الفراغ في الحياة. فلم يعترف هذا الفقيه بشيء اسمه منطقة الفراغ كما ذهب إليه بعض المراجع والفقهاء. خرج عن المألوف وقال لا منطقة فراغ لدينا. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات ورحمة الله وبركاته. يوسف الصديق يتكرر، فقد اجتمعوا لدفنه في غياهب الجب، ولكن الله أخرجه، بل ورفعه إلى عرش مصر. حاولوا أن يستروا على الأكذوبة، ولكن الله ذكر القصة بتفاصيلها في كتابه الخالد، لتكون القصة خالدة وعبرة لكل الأجيال. الشيرازي حاولوا أن يدفنوه ولكنه أبى، وارتفع إلى عرش القلوب وتعرت كل تلك الأكاذيب التي لصقت بشخصيته البريئة. نحن اليوم بعد 7 سنوات على رحيل هذا المرجع الموسوعي المتجدد، حلقة ضمن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من حلقات التأبين في مشارق الأرض ومغاربها، تؤبن هذه الشخصية الفريدة في سماء المرجعية. وأية مرجعية؟ المرجعية التي تميزت بكل خصائص التميز، واعترف بهذه الخصائص
أصدقاء المرجع وخصماؤه والذين فاتتهم ساعات من الارتواء في جانب هذا المرجع في حياته، فوتوا على أنفسهم الكثير من الفرص في حياته وجاءوا نادمين بعد مماته، حتى تكتمل القصة بكل فصولها، ولا زالت فصول باقية تنتظر أجيالا سوف يكملونها بكل وجودهم، بكل كيانهم، بكل عنفوانهم في الولاء لهذه الشخصية والدفاع عنها ونشر معالمها وبيان كل تلك المكونات التي جعلت من هذا المرجع تميزه وتفوقه وتألقه وما نشاهده اليوم من انفجار لحقيقته. قبل شهر من رحيله قالها لي ودموع في عينيه حينما ذكرت له بعض تلك الأنياب التي تنهش لا زالت في لحمه. قلت إلى متى هذه المظلومية سيدي؟ أما أنا لها أن تنتهي؟ نظر إلي طاب ثراه وقال شهر واحد والحقيقة تنفجر. شهر واحد كان باقيا من عمره الشريف، رحل من دنيا الحساد والجهال والحقيقة لا زالت تتفجر يوما بعد يوم وتنشر الحقائق وتتفرع منها الأنوار. تمهيد من شجون كلمتي في ثلاثة محاور. المحور الأول منهجة الفكر عند السيد الشيرازي. المحور الثاني برمجة العمل. المحور الثالث أحاول أن أشير إلى بعض تلك المكونات التي جعلت من هذا السيد الجليل شمسا ساطعة إلى الأبد، وسيظهر مع الإمام الحجة عليه السلام في دولته الكريمة، وكلنا إن شاء الله من أعضاء هذه الدولة القادمة. فنبدأ بالمحور الأول والوقت قصير، أحاول الاختصار بشدة. برز الإمام الشيرازي رحمه الله في العقيدة والفقه حينما فتح عقله على القرآن وعلى أهل البيت عليهم السلام دون أن يقاطع الإجماع، بما في ذلك الإجماع العرفي على المصاديق للأحكام الفقهية. حاول أن لا يتجاوز في اجتهاده واستنباطه للفكر والفقه
هذه المبادئ: عقل ينفتح على القرآن وأهل البيت دون أن يقاطع الإجماع بما في ذلك ما يفهمه العرف من المصاديق التي تبحث عن أحكام شرعية. هذا هو الأساس الذي بنى الإمام الشيرازي اجتهاده عليه، ومنه انطلق في فكر متجدد وعطاء لا ينضب. عنوان رائع لهذا التأبين الذي نشكر عليه القائمين عليه والإخوة في هذه الحسينية الحيدرية بمدينة سيهات المحروسة، جزيتم خير الجزاء. الإمام الشيرازي حاول من خلال اجتهاداته الجريئة والتي أسند كل فرع من فروع المسائل التي اجتهد فيها إلى تلك الأصول التي ذكرناها: القرآن وأهل البيت والعقل المنفتح عليهما بالإجماع. الإمام الشيرازي وهو ينظر إلى أمة قد أكلتها التجاذبات ودمرت عزتها ومجدها ومصداقيتها الخلافات والجهل والتخلف، وهو ينظر إلى إنقاذ هذه الأمة، قدم حلولاً حضارية عملية مستقاة من تلك المبادئ، وهو يريد أن ينقذ هذه الأمة من سقوطها وتأخرها عن الأمم الأخرى. قدم لهذه الأمة 3 آيات من سيات، ودلتها إليها ودلها إليها وأخذ يدفع العقول باتجاه بلورة هذه الآيات 3 المنسيات: آية الحرية يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، آية الأمة الواحدة، وآية الأخوة. نحن لا قيمة لنا من غير الحرية، ولا نستطيع أن نكون أمة من دون وحدة، ولا يمكن كل ذلك إلا أن نكون إخوة متحابين في الله عز وجل. للوصول إلى هذه المبادئ وتحقيق الحرية وبناء الأمة الواحدة وإحياء روح الأخوة، انتقل سماحة السيد إلى آيات 4 هي كالسبيل إلى هذه الغايات 3. الآيات المنسيات 4 ذكرها سماحته طاب ثراه: الأولى الشورى، الثانية مبدأ اللاعنف، والثالثة التعددية المشروعة، والرابعة تنظيم الأمور. في الشورى ركز سماحته على
قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. اليوم نجد المؤسسات الناجحة والدول المتقدمة وكل المشاريع التي تحقق أهدافها الخيرة إنما تقوم على أساس الشراكة وبناء القرار ضمن آلية الشورى. فالشورى هو المبدأ الذي غيب في أوساطنا الحوزوية والمرجعية والعلمائية ووكلاء المناطق، حاول سماحته أعلى الله درجاته أن يعيد الأمة إلى هذا المبدأ في صناعة القرارات، وإن أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. كان رحمه الله يبغض الاستبداد ويكره الدكتاتورية وأعلن عليها الحرب منذ بداية نعومة أظفاره. ما كان يتراجع أمام رأي الاستبداد وإرادة الدكتاتوريين، قدم هذا البديل حتى ينهي حالة الاستبداد في الأمة. اللاعنف تلا في ذلك قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة. وذكر الكثير من مصاديق اللاعنف الذي انتصر من ذلك ثورة الهند التحررية. وأما التعددية فلكي لا نتنازع، نعترف ببعضنا البعض، نحترم الرأي الآخر ولا نتصارع على التوافه، ونجعل أنفسنا أضحكة أعدائنا. وأما تنظيم الأمور فذلك قد ذكر له سماحته الكثير من الآيات. ومن خلال ذلك نقل هذا المرجع المجدد الفقه الشيعي من دائرة الفرد إلى دائرة الجمع. الحوزات العلمية كانت غارقة في بحث الفقه الفردي، وكانت الأعمار تصرف في مجال فقه الأحوال الشخصية، وتجد الكثير من المراجع والكثير من الكتب الفقهية تكرر أبحاثها في مجال الصلاة، الوضوء، الطهارة وما شابه ذلك. إلا أن السيد رحمه الله فتح الفقه على الحياة وأدخل في هذا الفقه الكثير من الأبواب المغيبة في الحوزات العلمية وفي الكتب الفقهية، وهي موجودة في الكتاب والسنة. إلا أن الفقيه صاحب الذوق، إلا أن المجتهد المجدد يبحر ويغوص ويتعمق حتى يستخرج من الكتاب والسنة ما يملأ الفراغ في الحياة. فلم يعترف هذا الفقيه بشيء اسمه منطقة الفراغ كما ذهب إليه بعض المراجع والفقهاء، خرج عن المألوف وقال لا منطقة فراغ لدينا في الفقه الإسلامي، إن الإسلام غني ولا نحتاج إلى أي شيء من غير الكتاب والسنة لنملأ الفراغ،
إلا بهما. وبذلك فقد جدد في الحركة الفقهية واستنبط من الكتاب والسنة ما يرتبط بفقه القانون، فقه البيئة، فقه المرور، فقه التاريخ، وفقه العولمة، وفقه الاقتصاد، وفقه السياسة. وهذه كانت أبواب لا تأتي إلى أذهان الكثيرين في الحوزات العلمية. أذكر سنة 1977 قرأت للمرجع الشيرازي في حوزة الكويت كتابا اسمه المسائل المتجددة، 1000 مسألة فقهية يفترضها السيد رحمه الله قبل وقوعها ويعطي فيها الرأي الشرعي. والآن التحق بهذا الركب الكثير من الفقهاء وبدأوا يعطون آراءهم في المسائل المستجدة، وسماحة السيد المرجع الشيرازي كان هو السباق في هذا المجال. فيما يرتبط بالمحور الثاني، إن المرجع الشيرازي طرح في برمجة العمل، أو حسب ما عبر عنه أحد العلماء، انتفاضة العمل والمشاريع، حتى لا تكون هذه الانتفاضة غير مثمرة، أسس لها أسس سليمة لتقوم الأنشطة الإسلامية المتجهة صوب تحقيق تلك الأهداف قائمة على هذه الأسس والآليات. أولاً، دعا إلى تأسيس أحزاب سياسية حرة تعمل لتوعية الأمة الإسلامية والسعي للتغيير السلمي الهادئ وإدخال الإصلاح عبر الحوار والإقناع ودفع الجماهير باتجاه المطالبة بهذه الإصلاحات. ودعا أيضا إلى مرجعيات حاضرة في زمانها، ولا بد للمرجعية أو للمرجع أن يكون حاضرا في عصره، وقدم كتابه الرائع المرجعية تطلعات وأهداف. كتب في ذلك تجربته وفهمه للعمل المرجعي. كان يدعو إلى أن يكون المرجع مهتما بعصره وواعيا بزمانه. دعا إلى تأسيس منظمات إنسانية دولية للدفاع عن حقوق المظلومين في المجتمعات الأوروبية، ودعا إلى إنشاء مراكز أبحاث ودراسات، وكذلك حث المؤمنين على الهيئات الدينية والعمل الحسيني وإحياء الشعائر الحسينية، كما دعا إلى تأسيس صناديق خيرية وفعاليات لقضاء حوائج الفقراء والمحتاجين. ثم، والأهم من الكثير من هذه الآليات، دعوته إلى تفعيل الإعلام الإسلامي
وإنشاء فضائية تبلغ لأهل البيت عليهم السلام، ولم تتحقق هذه الأمنية في حياته، وتحققت بعدها. وإذا بأولئك الذين كانوا يمنعون كتابا للشيرازي أو كراسا للشيرازي، وإذا بهم يفاجئون السيد الشيرازي يدخل في غرفهم عبر شاشة الأنوار والزهراء وأهل البيت وما شابه ذلك. هكذا التف عليهم عبر الفضاء وغزاهم في عقر دارهم. هذه نقاط في المحور الثاني. وأما في المحور الثالث، كيف تكونت هذه الشخصية؟ ما هي المكونات الأساسية التي جعلت من هذا الإنسان رجلا متميزا رغم القصف، رغم الحصار، رغم كل العقبات التي اصطنعت أمامه؟ اخترق الطريق وفرض أمره على الجميع. ما هي تلك الأسرار التي يمكننا أن نتخذها لكي نتكرر في التاريخ كالشيرازي؟ الشيرازي ليس فردا انتهى، يمكنك أن تكون أنت شيرازيا إذا أردت. هذا المرجع حينما قرر أن يكون رجلا بمعنى الكلمة لم يتراجع عن قراره، وأصبح هو الرجل بمعنى الكلمة. قرار يمكنك أن تتخذه وأنت على هذا المسير الشيرازي قابل للاستنساخ، قابل للتكرار. ما هي تلك العناصر التي كونت شخصية هذا المرجع الفذ، هذا المجدد العظيم؟ الإجابة أختصرها في بعض تلك المكونات التي قد تكون هي الأساس في صناعة هذه الشخصية. في البداية، الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل هو السبب للخلاص من كل الأزمات والدخول إلى ساحات النجاح. لم يكن هذا الإنسان إذا دار الأمر بين الدين والشهرة، بين الدين والرئاسة، بين الدين والمال، بين الدين واللذة والراحة، لم يكن يقدم على الدين شيئا، لأن الدين كان عنده هو الأساس في الإيمان بالله والارتباط به والإخلاص له والوقوف معه حتى آخر رمق من الحياة. وأما السبب الثاني، ربما ارتباطه بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول شقيقه المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام ظله: خرجنا ذات مرة، هذه القصة في نهايات الستينيات، خرجنا من كربلاء إلى سامراء لزيارة الإمامين العسكريين، ونحن نزور
وإذا بسماحة السيد نزل إلى السرداب ويتوسل بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أتممنا الزيارة ورجعنا وإذا السيد لا زال في حاله. خرجنا وزرنا ورجعنا وإذا السيد لا زال جالس في السرداب، وهكذا حتى خرجنا وبيده كتاب يقدمه أو أوراق كتب فيها كتابا يقدمه إلى سماحة السيد ويقول اطبعوا هذا الكتاب. ساعات في سرداب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يستلهم من مولاه الرؤى والمفاهيم والأفكار التي تنقذ الأمة. والآخر أعتقد شخصيا أن هذا السيد مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وكثير من أفكاره ومواقفه إلهامات إلهية، وأشير إلى هذا باعتبار ومن أوتي الحكمة أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا. سماحة السيد رحمة الله عليه نقلا عن المرجع الديني آية الله السيد عبد العلاء السبزواري رحمه الله، أني أعتقد بأن هذا السيد مؤيد ومسدد من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نقله نجله لي شخصيا. وكذلك من خصائص النجاح في هذه الشخصية جرأته الاجتهادية في طرح ما يراه هو الصحيح رغم مخالفة الآخرين وربما مخالفة المشهور. ما دام قد اعتقد برأي اجتهادي فما كان يتراجع عن طرحه لأنه واثق أنه الحق، فإن لم يكن اليوم من يفهمه أناس فهنالك أناس آخرون يأتون ويفهمون. هكذا هم العظماء، كانوا في حياتهم لا يفهمون ولا يساندون، ولكنهم بعد وفاتهم تبدأ الأجيال تتفهم. فكان السيد حينما يطرح اجتهاداته وخاصة في إصراره على شورى المراجع رغم أنها نظرية تقع في مقابل النظرية الحاكمة اليوم في الجمهورية الإسلامية، وكان يعرف أنه سوف يدفع بعض الضريبة على إصراره لنظريته في الشورى، لكنه كان جريئا في الطرح وجريئا في الوقوف أمام كل العقبات. وهنالك الكثير من الرجال هذا اليوم يعتقدون أن شورى المرجعية لو كانت تتحقق لكنا هذا اليوم أفضل بكثير مما نشاهده من صعوبات تحيط بأمتنا وبأتباع أهل البيت عليهم السلام. ومن عناصر النجاح في هذه الشخصية متابعاته للحدث،
المعروف عن هذا المرجع أنه كان يتابع النشرات الخبرية، يقرأ المجلات، يتابع أخبار الجرائد، وكان دائم الاتصال بأي حدث من حوادث الزمان، ويقال في هذا المجال الكثير من القصص. أنقل قصة حصلت لي شخصيا مع سماحته في سنة 1995. رجعت من الدوحة والتقيت بسماحة السيد وقدمت إليه بعض التقرير حول المحاضرات والمجالس وأحوال الناس في قطر. قال لي إن قطر قادمة، إن قطر قادمة على قفزة اقتصادية قد تفوق الإمارات المتحدة العربية، وسوف ترون اكتشاف الغاز في هذا البلاد، وأن الشركات الأجنبية تتنافس على هذه البلاد. وكان بالفعل، سافرت قبل بعض الأعوام في 2000 إلى قطر، وإذا هذا البلد متغير، الشوارع، الأبنية، المشاريع، كل شيء غير ما كان في التسعينيات. في قضية أفغانستان، في قضية كوسوفو، في قضية سقوط السوفييت، في قضايا كثيرة كان سماحته يتنبأ للأمور التي ستحصل. وحينما سئل قال: من يتابع الأخبار ويقرأ الحوادث يستطيع أن يستنتج ما سيحصل. ولذلك العالم بزمانه لا تهجم عليه لوابس، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. ومن مكونات هذه الشخصية الفريدة جهاده لهواه، النفس الأمارة بالسوء كانت مسحوقة بإرادته القوية. الإمام الشيرازي ما كان تغلبه نفسه ورغباته في كل شيء على الصعيد الفردي أو الصعيد العائلي أو على صعيد المرجع أو على أي صعيد، ما كان يتنازل للحق إرضاء لهواه. وحينما سأله أحد كبار الشخصيات من طهران، كان قادما لزيارته، كيف أصبحت مؤلفاتك بهذا العدد الكبير؟ فقال له: إني لا أستريح كثيرا وأحاول أن أنتهز كل دقيقة من وقتي. وهذا يعني أنه كان يجاهد هواه، يجاهد النوم، يجاهد الأكل، يجاهد الجلوس في مجالس البطالين وما شابه ذلك، فيصرف من وقته في هذا المجال. وزهده كما تحدث أخونا سماحة الشيخ حفظه الله، وأخلاقه الكريمة التي هزمت خصومه. التقيت مع أحد كبار العلماء في قم المقدسة، قال: أنا لا ألتقي مع السيد في علومه وفقهه، ولكني أعترف أن أخلاقه هي التي تنصره على مناوئيه.
كانت له أخلاق عجيبة، وهذه من عناصر القوة في شخصية هذا المرجع المجدد الموسوعي الفذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحمل من هذا التأبين رسالة إلى الآخرين، رسالة إلى الحياة، رسالة مضمونها ومحتواها أن شمس الشيرازي لن تغيب أبدا. بمن؟ بالرجال الذين يحملون هذه الرسالة، بأولئك الذين يتأسون برجل كهذا المرجع الذي تأسى هو بدوره برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام، سائلين من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ذلك وأن يحسن عواقب أمورنا. وشكرا لكم على حسن إصغائكم، ودمتم موفقين لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجال الصلاة، الوضوء، الطهارة وما شبه ذلك، إلا أن السيد رحمه الله فتح الفقه على الحياة وأدخل في هذا الفقه الكثير من الأبواب المغيبة في الحوزات العلمية وفي الكتب الفقهية، وهي موجودة في الكتاب والسنة، إلا أن الفقيه صاحب الذوق، إلا أن المجتهد المجدد يبحر ويغوص ويتعمق حتى يستخرج من الكتاب والسنة ما يملأ الفراغ في الحياة. فلم يعترف هذا الفقيه بشيء اسمه منطقة الفراغ كما ذهب إليه بعض المراجع والفقهاء، خرج عن المألوف وقال لا منطقة فراغ